بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور خالد خرشد، أخصائي تقويم العظام كايروبراكتيك، فورمر يعني كنت جراح عام وكنت أدرس في كلية طب عين شمس، وهنا درست في الولايات المتحدة التخصص الجديد اللي هو تقويم العظام اللي يسمى كايروبراكتيك. الحقيقة هو موضوع جديد على الوطن العربي، وإن كان موجود في العالم من أكثر من 100 سنة، في الولايات المتحدة من أكثر من 120 سنة، لكن للأسف لا زال مجهول وغير معروف في الشرق الأوسط، وإن كان في إسرائيل في أخصائيين كتير، في بلادنا قلة، وإن شاء الله يتعرف هذا المجال المهم جدا في علاج حالات كثيرة من إصابات وأمراض العمود الفقري والأطراف والمفاصل. عرضنا عدة فيديوهات من قبل للتعريف بهذا المجال، وتكلمنا عن الحالات الممكن علاجها بهذا العلاج الجديد، وكان من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها إصابات المفاصل. اتكلمنا في السابق عن إصابة الكتف، وقدمنا أحد المرضى اللي كان يعاني من هذه الإصابة، وبعلاج الكيروبراكتيك الحمد لله انتهت هذه المعاناة وخف وشفى شفاء كاملا. النهارده هنتكلم عن مفصل آخر، الركبة، وحالات آلام الركبة وإصابات الركبة مشهورة جدا، واحنا هندي بعض الامثله للحالات اللي هي ممكن تعالج بالكايروبراكتيك. احنا لو بصينا الى تركيب الركبه، كلنا عارفين ان الركبه بتتكون من عظمتين اساسيتين، عظمه الفخذ وعظمه الساق، وعظمه الساق بيساعدها عظمه جانبيه اسمها الفيبولا. فهذه العظام هي اللي بتكون الركبة، وأمام هذه العظام بيبقى فيه اللي بنسميها صابونة الرجل اللي هي الباتيلا، هي مرفوعة من هنا عشان نبين الأجزاء اللي هي بتتكون منها الركبة. لكن لو بصينا المنظر الجانبي هنلاقي إن هي دي اللي هي صابونة الرجل اللي بنسميها الباتيلا. لو شلنا صابونة الرجل الباتيلا هيبين إن داخل الركبة في أربطة قوية بتمسك عظمة الفخذ مع عظمة الساق، ودي يعني لو حصل فيها أي قطع بتفشل الركبة عن عملها، وبتبقى في آلام مبرحة، وبيبقى في عدم قدرة على المشي والجري والعمل والى اخره، ويحصل يعني تراكمات مضاعفات في هذه الحاله. الاربطه القويه الموجوده جوه الركبه، واحد امامي واحد خلفي، وهم الحقيقه بيبقوا وضعهم كانه الصليب، فبيسموها الاربطه الصليبيه. ففي واحد امامي يبقى الرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي. بين العظام بيبقى في يعني مهد او يعني قاعده لتمكن عظمه الفخذ منها تكون يعني في حركتها مع عظمة الساق، يكون في نوع من الحماية، ما يحصلش تآكل في العظام والركبة بتتحرك وبتتني. اللي بيحمي هذا وجود غضروف بين العظمتين بيسموه منسكس، ولو احنا بصينا في هذا المنظر هنلاقي ان المنسكس يعني عامل زي الكب، زي
فنجال أو قاعدة فنجال، وهذه القاعدة هي اللي بتستقبل عظمة الفخذ، ولذلك في قاعدتين، لأنه عظمة الفخذ وهي نازلة على عظمة الساق ليها قطعتين متضخمتين، فكل فنجان من دول أو قاعدة فنجان من دول الغضروف بيستقبل إحدى البروزات العظمية بتاعت عظمة الفخذ، ففي واحد بيبقى بنسميه داخلي وواحد خارجي. داخلي معنى إنه بيبقى بين الركبتين من اللي هو ده، وخارجي اللي هو بيبقى إلى الخارج وقريب من عظمة الفيبولا المساعدة لعظمة الساق. إيه اللي بيخلي العظام دي ثابتة مع بعضها؟ من الداخل زي ما قلنا الأربطة الصليبية، وكمان من الخارج في رباط خارجي من الجهتين، الجهة الداخلية والجهة الخارجية، يسموه collateral ligament يعني معاون أو مساعد، يربط عظمة الساق مع عظمة الفخذ مع عظمة الساق، وهنا عظمة الفخذ مع العظمة المساعدة للساق. في أربطة أخرى بتبقى مساعدة، وفي كمان إن الساق أو قصدي الفخذ نفسه، لو إحنا تخيلنا الفخذ نفسه بما فيه من عضلات وعظم وخلافه، في رباط قوي هو عامل زي الشريط الحقيقة من خارج الفخذ يسموه إليوتيبيال باند، بيرتبط من الإليوم اللي هو في الحوض إلى العظم الساق اللي هي التيبيا. فتخيل إن هذا الباند من التيبيا هنا وينزل لغاية عظمة الساق تحت، وده إليوتيبيال باند، وده يعني فيري يعني قوي جدا، فبيحمي ان هذه العظام انها تتأرجح من مكانها. وكل الاربطه دي بتخلي هذه الركبه ثابته، وممكن صاحبها يعني يقوم باعمال شاقه من شيل ورفع وجري والى اخره. والرياضيين زي ما انتم عارفين وخاصه كره القدم ما شاء الله الركبه دي مهمه جدا، وده اللي بيخلي انه الاصابات لما بتحصل بتخلي هذا اللاعب او هذا العامل او هذا الانسان غير قادر على الاستمرار في نشاطه العادي. احيانا الاصابه بتكون بسيطه جدا وبتهمل، فلما تهمل وخاصه لو الطبيب كذب أدوية مسكنة للآلام أو أدوية للالتهابات أو أدوية لاسترخاء العضلات، كل الأدوية دي بتخبي الألم وتخلي الإنسان يستمر في حياته وعمله معتمدا على الأدوية دي، فبتستفحل المشكلة بحيث إنه لو كان في بعض التمزقات البسيطة في الأربطة وابتدت العظام ما تبقاش في وضعها السليم ويحصل ورم في الركبة، الطبيب العادي العام أو حتى الطبيب العظام بيحاول إن هو يعالج هذه المشكلة بأدوية مسكنة، وساعات يسحب السائل حتى الموجود في الركبة اللي هي متورمة، ويظن إن هو بالتالي عالج المشكلة. ابدا هو ما عليهش مشكله. الفكره ايه؟ انه لما بيحصل هذه
التمزقات البسيطة اللي فيها العظام ما بتبقاش ثابتة زي ما احنا اتكلمنا في مكانها، وسواء العظم الفخذ أو الساق أو عظمة الباتيلا اللي هي صمونة الرجل، سواء واحدة منهم أو كلهم مش في وضعهم السليم بنسميها سبلكسيشن. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن السبلكسيشن بالنسبة للفقرات العمود الفقري، فهنا ممكن يحصل برضه سبلكسيشن في هذه العظام. فمشهور جدا السبلكسيشن يحصل في الركبة أو يحصل في الباتيلا اللي هي صمونة الرجل، وبيؤدي هذا انه بقى في الم، ممكن يكون في ورم، ممكن يكون في عدم قدره على الحركه او على صعود السلم او على ممارسه الرياضه او العمل او خلافه. هذه التغيرات البسيطه اللي هي ما فيهاش قطع او كسر زي ما احنا هنتكلم دي بتهمل وبتعالج زي ما قلنا بمسكنات فبتتضاعف المشكله. احنا لو ادركنا السبلكسيشن اللي هو ان العظام مش في وضعها السليم نتيجه هذه التغيرات او الاصابات اللي ممكن تكون من خلال الرياضه او حادث او وقوع او خلافه، لو ادركنا السبلكسيشن للركبه وعالجناه من الاساس هيمنع تضاعف المشاكل الموجودة والمضاعفات اللي ممكن تحصل. ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ عدم وجود العظام في وضعها السليم، وخاصة عظمة الفخذ وعظمة الساق ودول من أكبر العظام في الجسم، ممكن يؤدي إلى إنه المينيسكس اللي هو الغضروف اللي بينهم يبتدي يحصل في مشاكل، ممكن يحصل في تمزق في المينيسكس نفسه. المينيسكوس يبتدي يتمزق، ممكن جزء من المينيسكوس حتى ينفصل عن الغضروف نفسه ويبقى يعني حر في الساق في الركبه ويسبب مشاكل. لما هذا الجزء اللي هو بينفصل من المينيسكوس يجي بين العظمتين ممكن يلاق، يعني يخلي الركبه لا تتني ولا تتفرد، وكمان يسبب آلام مبرحة. لو ابتدى يتحرك هذا الجزء اللي هو عمال يسبح بحرية بعيدا عن العظمتين يختفي الآلم خالص والإنسان يشعر كأنه ما فيش أي مشكلة ويفتكر إن هو خف، وبعدين مفاجأة في اي حركه او يبتدي هذا الجزء يجي بين العمليتين يرجع تاني المشكله، فتبقى العمليه يعني فيها يعني تكرار من هذه المضاعفات. المريض ما يقدرش يبني الركب، ما يقدرش يصلي الصلاه الطبيعيه، يضطر يصلي وهو قاعد على كرسي وحاجه زي كده. طب احنا لو ادركنا هذه المشكله من الاساس وظبطنا العظام مش هيحصل اي انجري، مش هيحصل اي اصابه للغضروف، بيفضل الغضروف سليم. المريض بيشعر بانه الحركه ما هيش طبيعيه وانه بيبقى فيه خشونه في هذه الحركه، والساعات بيحس انه ممكن انه يكاد يقع، ولذلك بينصح الاطباء ان نحط رباط على الركبه علشان خاطر الاربطه هنا غير قادره على العمل، فاحنا بنعمل لها رباط خارجي. وكذلك الورم الموجود، الورم الموجود الحقيقه ده نوع من الجسم بيحاول يعالج نفسه. هو دايما جوه اي مفصل زي ما احنا عارفين بيبقى فيه كميه من السوائل عشان تخلي فيه نوع من التزييت لهذا المفصل، بس السوائل بتبقى بسيطه جدا عامله زي ما يكون فيلم على الايه العظام والاربطه من الداخل لا اكثر ولا اقل، فبالتالي الحركه بتبقى
في منتهى الليونة. لكن لو العظام دي مش وضعها السليم، فالجسم عايز يظبط العظام وعايز يرجعها لوضعها السليم. فبيرجعها ازاي؟ دول عظام قوية جدا والإنسان رايح جاي، ويعني مش ممكن إنها تتعالج لوحدها إلا إذا بعدنا العظمتين دول عن بعض وبعدين نرجعهم تاني، بس نرجعهم إيه؟ بالتدريج عشان يرجعوا للوضع السليم. فده العلاج الممكن الجسم ممكن يعمله. يعني عشان أنا العظمة دي والعظمة دي مش فضاهم السليم، عشان أنا أقدر أظبطهم مع بعض، الجسم يعمل الحكاية دي إزاي لوحده من غير كايروبراكتيك؟ إنه يبعد العظمتين دول عن بعض وبعدين يرجعهم تاني، بس إيه؟ بالتدريج بالتدريج لغاية ما إيه؟ يرجع فضاهم السليم، انتهت المشكلة. يبقى الجسم عمل تقويم لهذا المفصل لوحده. فبيحصل اللي احنا بنلاحظ، يقول ايه؟ انا ركبتي ورمت. الركبه ورمت ليه؟ لانه الجسم افرز سوائل اكتر من العاده، والغرض منها ان احنا نفصل هذه العظام عن بعض. وبعدين بالتدريج طبعا المفروض الانسان عنده الم ومش قادر يمشي والى اخره، هيبتدي يستريح، هيبتدي ياخد اجازه من العمل، هيبتدي، فده في حد ذاته يعني هيساعد على الالتئام. فيبتدي بقى الجسم يعني يقوم نفسه لغايه ما تيجي العظام في الوضع السليم، تبتدي السوائل دي تبتدي جد ابسوربت وتمتص ويختفي هذا الورم لما المهمه تكمل. يجي الاورثوبيديك سيرجن اللي هو جراح العظام ويظن ان هذا السوائل دي يعني مش مفروض تكون موجوده، فكل اللي يعمله انه يروح يسحب السوائل. يعني الجسم بيحاول يعالج نفسه، وجراح العظام بيسحب السوائل اللي هي المفروض تعالج الركبه انها ترجعها لوضعها السليم. هذا الفهم غير موجود في جراحات العظام. ولذلك بنقول ان الكايروبراكتيك الحقيقه مستوى اعلى في التفكير، ان احنا عايزين نستفيد من هذه العملية اللي الجسم بيعالج نفسه بنفسه فيها، إن إحنا كل اللي نعمله نضع العظام في وضعها السليم، على طول السوائل دي هتمتص لأن المهمة يعني انتهت. لكن الغريب لو ما حصلش هذا التقويم وابتدى المريض يعاني بهذا الشكل، هيبتدي يحصل يعني تليفات، ويحصل يعني ادهيجنز داخليه، وبيضطر بقى الجراح بعد كده انه يفتح ويشيل كل التليفات دي والادهيجنز، ويعني بيسموها براشنج، لايك يعني كانه بفرشه بينظف المكان. هو الحقيقه بيشفط بشفاط كل الادهيجنز والتيرز اللي بتبقى موجوده داخليا بين المنسكس والاجزاء اللي هي بتبقى محطمه. ودلوقتي بدل ما يبقى الجراحه مجرد فتح، ودلوقتي بتتعمل بمنظار، فبالتالي من خلال هذا المنظار الجراح بيشوف فين التليفات دي، ويقدر ان هو بيدخل في فتحه صغيره يعني 1 سم، بيعمل 3 فتحات، فتحه للمنظار وفتحه للآلة اللي هي ممكن بيها يسحب ويشفط، او ممكن بيها يكون فيها ابره ويخيط، او يمكن فيها مقص ويقطع. فالثلاث اشياء دول، 3 فتحات دول، يقدر ينجز ويعمل عمليه جراحيه تحت الميكروسكوب، ويبقى في نوع من
العلاج الداخلي من غير ما يفتح المفصل كله، فبالتالي المضاعفات بتاعة العملية تبقى أقل. ودي يعني بتستخدم ليل نهار في حجرات العمليات وجراح العظام بيعملوها، لكن ممكن تجنب كل ده من الأساس إن إحنا نظبط العظام في وضعها السليم، يبتدي يحصل التئام كامل ويختفي الورم وتختفي الآلام، ونبتدي نعمل ريهاب، نبتدي نعمل رياضات خاصة ونشاطات خاصة بالتدريج لغاية ما نوصل للمرحلة الكاملة. من الإصابات الركبة اللي إحنا اتكلمنا عن إن ممكن الليجامنتس أو الأربطة دي تمزق، يعني مثلا الكولاترال ليجمنت الخارجي ده ممكن يقطع لوحده، او ممكن يتخلع من عظمه الفيبرا وياخد جزء من العظم معاها في بعض الاصابات. ممكن ما يتقطعش، لكن ممكن يحصل في يعني قطع داخلي، ما يبقاش قطع كامل، وده بيسموه سبرين. وبعدين صابونة الرجل ممكن هي تنخلع من مكانها، بيسموه ديسلوكيشن. احنا ما بنتكلمش عن ديسلوكيشن، ما بنتكلمش عن التير ده، لكن بنتكلم عن لو يحصل سبلكسيشن فقط. يعني ايه؟ يعني مش في وضعها السليم، لكن ديسلوكيشن بيتخلعت خالص من مكانها. لو جينا بقى على الإصابات اللي هي بتحدث في الأربطة الصليبية، نقولنا في أمامي وخلفي، فلو الركبة متنية وجت إصابة من أمام الساق، هتدفع عظمة الساق إلى الخلف، ممكن تمزق الرباط الصليبي الخلفي. لكن الإصابة للأمامي بتحصل لو الركبة مشدودة، وخاصة الإنسان اللي بيشوط كورة أو حاجة زي كده بقوة وب يعني غير معتادة بالنسبة له، أو هو بيشوط حد يعني خبط في الساق من الخلف، العظمة هتنطلق إلى الأمام، عظمة الساق تنطلق إلى الأمام، ممكن تقطع الرباط الأمامي للركبة. وساعات بيصاب الرباطين الأمامي والخلفي. فهذا ممكن يحصل، وإحنا هنستضيف أحد المصابين بهذه الحالة، وهنتكلم عن إزاي تعالجت هذه المشكلة. ساعات بيحصل أشياء أخرى، يكون بيحصل روتيشن، يحصل التواء في الساق أثناء الرياضة أو أثناء العمل أو في حادث، وده بيعمل إصابات أخرى. وممكن يصاحب هذا كمان كسور في العظام، وده بتبقى خارج نطاق الكايبراكتيك. فالكايبراكتيك لا يتعامل مع أي كسور أو مع قطع كامل للأربطة، لانه اذا كان الرباط مقطوع هنعمل ما فيش علاج ليه الا انه يتخيط. فاذا جراح العظام احنا بنبعت المريض اليه او بنحول المريض اليه لما نلاقي فيه قطع كامل او فيه كسور كسر في العظام او قطع كامل في الاربطه، يحول في الحال او ديسلوكيشن يحول لجراح العظام. لكن غير كده بنقدر نعالجه، حتى لو في الكارتليج اللي هو المينيسكوس في تير، بنقدر نعالجه من غير جراحه. في سبلكسيشن بنعالجه من غير جراحه. لو في تير اللي هو قطع فيه الرباط بس بارشل، يعني غير كامل، يعني لسه الرباط متصل ببعضه، بس بعض الاجزاء حصل فيها تمزقات، لكنه ليس بقطع انما هو تمزق، ده بالكايبراكتيك ممكن تعالج من غير احتياج الى جراحه. وده اللي احنا بنتكلم عنه، ان احنا بنقدر نعالج المريض وبيرجع لنشاطه الطبيعي
من غير ما نحتاج إلى عملية جراحية، لأن أي عملية جراحية ممكن يحصل فيها مضاعفات، وكذلك بيحتاج المريض أنه يقضي وقت كبير بعيداً عن عمله ونشاطه أو الرياضة اللي بيمارسها، وهيحتاج بعد كده إن هو فترة نقاهة من فيزيكال ثيرابي، علاج طبيعي وإلى آخره، وكل ده بعداً عن العمل وبعداً عن النشاط. أما الكايبراكتيك فبنقدر نعالجه أثناء ممارسته للنشاط الطبيعي لحد ما كل حالة ليها مقال. أما هنا فإحنا بنحاول نكون كونسرفاتيف، يعني بنحاول ما نعملش أي تدخل جراحي بقدر الإمكان. طيب لو واحد عنده هذه المشاكل السبلكسيشن والآلام والأورام والحاجات دي، وراح للطبيب بتاعه وكتب له مسكنات للألم ومهدئات للعضلات وحاجات زي كده، وعايش على هذا سنين، في ناس عايشة الحكاية دي 10 سنين 20 سنة بيعالج نفسه بهذا الشكل، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان المشاكل جوه الركبة بتتفاقم لغاية ما كل الاجزاء اللي احنا بنتكلم عنها دي من منسبس وغيره بتكون انتهت، بيكون العظمتين على بعض والغضروف ليس بقادر على انه يقوم بمهمته لانه تمزق واصبح يعني غير متمكن لضعفه وللإصابات اللي حصلت فيه. ساعتها جراح العظام بيقول انه الركبه دي غير صالحه للعمل على الاطلاق، فتفكيره يؤدي الى انه لا يمكن علاج هذه الركبه، يبقى نحط ركبه صناعيه. فالركبه الصناعيه بيعملها ازاي؟ بيجي يشيل الجزء ده هو كله من عظمه الساق، ويجي يشيل الجزء ده هو من عظمه من عظمه الفخذ، والجزء ده هو من عظمه الساق. فبيبقى عظمه الساق، عظمه الفخذ توصل لغايه هنا بس، وعظمه عظمه الفخذ توصل لهنا بس، وعظمه الساق توصل لهنا بس. ويجي يجيب ركبه صناعيه بلاتين من المعدن، فبتبقى جزء ماسك هنا وجزء ماسك هنا، وده الركبه الصناعيه اللي هم بيحافظوا على الباتيلا اللي هي صابونه الرجل، بيحافظوا عليها ويضعوها للامام اذا كانت سليمه. ده طبعا ده نهاية الركبة العادية، ان احنا بنحط ركبة صناعية مكانها. ولذلك بنقول احنا لو عالجنا السبلكسيشن دون اللجوء الى المسكنات لمدة طويلة 10 سنين 20 سنة، هنحافظ على هذه الركبة وهيبقى الركبة نشيطة وتستعيد إمكانياتها. وهل الغضروف إذا تمزق بهذا الشكل يمكن إن هو يرجع لحالته الطبيعية؟ ممكن إذا زال السبب. السبب إيه؟ إن العظام مش في وضعها السليم، وده بيخليه يتمزق باستمرار مع كل حركة، مع كل تانية ركبة، مع كل سلمة بيطلعها على السلم، مع كل نشاط بيعمله. اما احنا لو وضعنا العظام في وضعها السليم يبدا الغضروف في علاج نفسه. وهل الغضروف قادر على علاج نفسه؟ نعم، الغضروف هو مكون من خلايا كوندروسايتس. مع هذه الخلايا في خلايا بدائيه طفوليه نسميها كوندروبلاستس. الكوندروسايتس اللي هي الخلايا بتاع الغضروف لما بتموت في حادث تمزق وآخره، تيجي الخلايا الطفولية
تنضج وتكبر وتحل محل هذه الخلايا اللي احنا فقدناها. هذه العمليه مستمره لو احنا ادينا فرصه لهذا الغضروف ان هو يستعيد نشاطه. ازاي؟ ان احنا نبعد هذه الضغوطات الشديده من الاوضاع الغير طبيعيه بتاعه العظام الكبيره اللي هي ماسكه في هذا الغضروف. وهو ده تقويم الركبه. وده اللي ممكن يدي فرصة للمنسكس ان هو يرجع لنشاط السكين. عندنا مرضى كثيرين بيجوا وام ار اي بيثبت ان في نوع من التمزقات اللي احنا بنسميها في نوع بيبقى بالطول، نوع من بيبقى مستعرض، نوع بيبقى شامل كل الغضروف، في انواع مختلفة. فهذا ممكن يحصل، لكن كل ده ممكن بيخف ويرجع المريض طبيعي وكأن لم يحدث أي شيء، ويبقى ركبته سليمة ويعيش سنين طويلة من غير أي معاناة. ما بيحتاجش إلى الني ريبليسمنت اللي هو بنسميها الركبة الصناعية. وفي حالات كثيرة من الناس اللي يعني قرر الجراحين إنه يعمل لهم ركبة صناعية عالجناهم بالكايروبراكتيك وما احتاجوش كذلك للركبة الصناعية. حالات كثيرة، واحنا الحمد لله نقول انه ده هبة من الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نخدم هذا المريض من غير انفيزف سيرجري، من غير جراحات تدخل في، ونحافظ على الركبة الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. وطالما قادرين على ان احنا نعالج هذه الركبة ونخليها قادرة على العمل والنشاط كما كانت من قبل، فهذا نجاح كبير. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اكتشفنا هذا المجال العلاجي، ونرجو ان هو ينتشر في بلادنا لان كثير من المرضى محتاجين. كمان اهمية علاج الركبة انه ممكن هذه المشكلة اللي في الركبة بتخلي المريض في مشيه مش طبيعي، في حركته مش طبيعي، بيحاول الجسم ان هو يتفادى الاوضاع والحركات اللي هي بتسبب الالم. فبالتالي المريض وهو في مشيته الغير طبيعيه العمود الفقري بيتاثر، ويبتدي تحصل مشاكل في العمود الفقري، الام الظهر واللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. لو كمان عند المريض مشاكل في القدم، في اي او المفصل بتاع القدم، ده هيأثر الحقيقه في الركبه نفسها، وهيأثر كمان بالتالي في العمود الفقري. كل هذه المشاكل مرتبطه ببعض، ولذلك الكايروبراكتور لما بيجي يعالج الام العمود الفقري بيضع في الحسبان ان ممكن المشكله تكون جايه سواء من الركبه او جايه من القدم او جايه من مفصل القدم. الناس اللي عندها فلات فوت اللي هي يعني ان كل الارشز اللي هي منحنيات القدم مفقوده او غير متوازنه بين اليمين واليسار في الاقدام، ده بيأثر في العمود الفقري وبيسبب التغيرات اللي بتحصل في الغضاريف العمود الفقري والالام اللي بتحصل، الام الضغط وخلافه. فإذا علاج الركبة مش بس مهم للركبة نفسها، ده مهم للجسم كله ومهم للنشاط وحيوية الجسم كله. طبعا برضو لازم نعرف هل الركبة تأثرت بسبب حادث، بسبب أوضاع أثناء العمل، أو بسبب إصابة في رياضة أو خلافه، أو يكون السبب إنه أقدامه غير يعني الأرشز فيها، المنحنيات بتاعتها وحركة الأقدام أو مفصل القدم يكون فيه مشكلة، ده هيأثر في الركبة. فكل هذا مرتبط ببعضه، القدم، مفصل القدم، الركبة، العمود الفقري، كل ده ممكن يأثر في الأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي اللي بيها تحصل المضاعفات والاماكن والمشاكل كلها. ف
فالحمد لله ان الكايروبراكتيك ممكن ان هو يعني يشخص كل هذه الاشياء ويقدر ان هو يتفادى كل المشاكل والمضاعفات اللي ممكن تصل لحد ان احنا نفقد الركبه دي كلها ونعمل ركبه صناعيه نير ريبليسمنت. وللاسف ده بيكون الحل عند جراح العظام، ان لو فطن ان هناك طريقه اخرى وهي ليست بالطريقه القديمه المتعارف عليها، انما بطريقه حديثه والحمد لله متوفره في اماكن اخرى، ونرجو انها تتوفر في بلادنا باذن الله لمعالجه هذه الحالات. وارجو ان كنتم تستفيدوا مما عرضناه، واذا كان في اي اسئله او استفسارات نرحب بكم، وان شاء الله الحلقه القادمه هنلتقي باحد المرضى الذي اصيب في هذه الاربطه الصليبيه اللي احنا اتكلمنا عنها اثناء نشاطه في لعبه كره القدم. وهذا المريض الحقيقه نشيط جدا لدرجه انه يعني بيجري كمان في سباقات الجري، وهنشوف ايه اللي حصل في اصابته وازاي اتعالجت وما بعد العلاج وما وصل اليه الان، وهيكون يعني انموذج طيب لما عرضناه ولما يمكن انه يحصل لاي مريض في هذه الحاله. وفي لقاء القادم مع اللقاء القادم ان شاء الله نرجو ان احنا نشوفكم تكونوا على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.